كل سنة والمصريين وشعوب العالم كلهم طيبين وبصحة. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف اللي بنحتفل بيه 18 مايو من كل سنة، ما لقيتش مكان أفضل من المتحف المصري بالتحرير، واحد من أكثر متاحف العالم عراقة. متحف بني من سنة 1902 عشان يضم أكبر مجموعة للآثار المصرية في العالم. النهاردة بنشهد تطوير متحف المصري بالتحرير. احنا فعلا أغلقنا المتاحف من يوم 19 مارس عشان الكورونا المنتشرة في العالم كله، ولكن إن شاء الله قريبا جدا هنفتح متاحفنا وهنفتح أثرنا وشواطئنا عشان تستقبل العالم كله. النهاردة احنا بنطور متحف التحرير، النافورة بتشتغل تاني، الواجهة ليها نظام إضاءة بديع مع ميدان التحرير مع المجمع مع العمارات عشان تبقى القاهرة في ثوب جديد. كل عام وكل شعوب العالم بخير. شكرا.